Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. محمد صلاح، قوة، ذكاء وأخلاق. اللاعب المصري راه يؤدي في موسم خرافي مع ليفربول اللي أهله إلى نصف النهائي من رابطة الأبطال الأوروبية، وأهل بلد مصر إلى المونديال بأهداف حاسمة تبقى مرسخة في التاريخ. لأول مرة في حياة كرة القدم العالمية، صحفيين ومحللين أوروبيين بدأوا يقارنوا بين لاعب عربي تكون في بلده وعمالقة كميسي ورونالدو. أول مرة في حياة كرة القدم لاعب عربي وصلت نجوميته إلى هذا الحد، ورجعوا يقارنوه في ليفربول بأغلى وأعز نجوم هذه المدينة العريقة على غرار بيل بيترز. وحتى الصبيان الإنجليز رجعوا يسجدوا بعد ما يسجلوا هدف باش يعاندوا بطلهم المسلم. والقمة في كل هذا الحب هي الأغنية اللي يتغنوا بها الجمهور ليفربول، واللي تقول إذا كمل صلاح يسجل كل هذه الأهداف رانا قابلين ندخلوا حتى في الإسلام. It's good enough for me. It's good enough for me. It's good enough for me.